وصلت إلى خبر خاص عن مسلسل إيمان لم تسمع هذا في أي مكان، والذي سيجعلكم حتما سعيدين للغاية. أنا على يقين أنكم ستكونون سعداء عندما تسمعون هذه المعلومات التي سأشاركها معكم لأول مرة على قناة هشام كيمي. إذن تمت مقارنة خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو بعضهما البعض من قبل الجمهور من الحلقات الأولى من مسلسل إيماني. مع مرور الوقت كان هناك تقارب بين خليل وسيلة، بينما كان الممثلين المشهورون يجرون مقابلات معا أدرك الجمهور أنهم عشاق من نظراتهم المحببة لبعضهم البعض. بالرغم من أنهم تم التقاطهم عدة مرات، إلا أن خليل وسيلة كما قلت لكم أنهما كانا في حالة حب، لكن معجبيهم كانوا متأكدين تماما أنهم كانوا يتواعدون. لاحقا ظهرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن والدة خليل لا تريد سيلة، ومع ذلك أرجو أن يرقد محب خليل وسيلة بسلام، لأن كل هذه التقارير كاذبة. بعد مغادرة سيلة ترك أوغلو لمسلسل إيماني، وقف خليل وسيلة عن متابعة بعضهم البعض على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقا للإدعاءات، قامت سيلة ترك أوغلو بحظر دخول خليل إبراهيم جيهان إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك على الرغم من توقف الممثلين المشهورين عن متابعة بعضهم البعض، فإن الإدعاءات بأن سيلة منعت دخول خليل كاذبة. الآن دعني أنتقل إلى الأخبار التي أردت مشاركتها معكم في بداية الفيديو. عشاق خليل وسيلة، استمعوا بعناية إلى المعلومات التي سأشاركها معكم. بحسب ما سمعته من معجبي خليل وسيلة، يعيش الممثلون المشهورين في نفس المنزل. شاهد الجمهور الذي تابع الزوجين عن كثب أن خليل وسيلة يدخلان الشقة ذاتها. أراد خليل وسيلة إخفاء علاقتهما عن متابعة بعضهم البعض وسائل التواصل الاجتماعي فقط للحفاظ على سرية علاقتهما. بسبب هذه التفاصيل أعتقد أن خليل وسيلة سيتزوجان قريبا. حسنا، هل تودون أن يتزوج خليل وسيلة؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. وداعاً.